تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، نصلي جميعا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم جميعا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. وقد بشرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة على ما كان به من عمل. علينا جميعا أن نكثر من هذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، ونتوسل إليه بهذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد الخالص اللي هي أعظم فريضة فرضها الله على عباده. لا إله إلا الله هي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. تعالوا بنا ندعو الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بنور لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله وجلال لا إله إلا الله وكرامة لا إله إلا الله وعزة لا إله إلا الله، أن يرفع عنا وعنكم أجمعين الشدائد، ويدفع عنا الكروب، ويدفع عنا الوباء، ويدفع عنا البلاء، ويدفع عنا الغلاء، ويدفع عنا الأمراض والأسقام والعلل. تعالوا بنا نردد كلمة لا إله إلا الله، ونناجي المولى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات نناجيه وهو في كل مكان، ندعوه بكلمة لا إله إلا الله. ولكن أولا أحبابي في الله لابد أن نذكر بمعنى لا إله إلا الله وحقيقة لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينها فقال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان سيدنا النبي في مناسك الحج وفي طوافه عند الكعبة وفي وقوفه فوق جبل عرفة وفي مختلف المواقف والمنازل التي يقفها أو ينزل بها كان يقول أمام الملأ ويرفع صوته ويقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى قال العلماء اللي كان في مناسك الحج وما عرف ما يقول يكتفي بها، فإنها هي رأس الدين، وهي بمثابة الدين كالرأس من الجسد. فكل الأنبياء وكل المرسلين بعثهم الله تعالى إلى أقوامهم ليقولوا لا إله إلا الله، حتى سيدنا نوح عليه السلام، فقد أخبرنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. فهذه كلمة طيبة، كلمة عظيمة، معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله. هذه الكلمة كتكون من ركنين أساسيين: نفي الألوهية الحقيقية عن غير الله سبحانه،
وإثبات الألوهية الحقيقية لله سبحانه دون سواه. ولهذا الرسل ملي كانوا كيقوموا بها ليس مجرد التلفظ بهذه الكلمة، ولكن كانوا حينما يدعون أقوامهم يطلبون منهم توفر شروطها باش تكون نافعة. فأول شرط وهو العلم بمعناها، لابد أننا لا نكتفي بالنطق بها، من قال لا إله إلا الله نطقا لقد بلغ شأوا عظيما، لكن المطلوب بعد النطق العلم بحقيقتها. ربنا عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم العلم مقتضيات لا إله إلا الله، ثم أن نقولها ونحن على يقين لا نقولها بشك. قد يكون إنسان عنده وساوس أو عنده أفكار اللي هي وضعية مادية وينكر ويقولها ليس يقينا، هذا غير مقبول، لابد أن يقولها العبد بيقين تام لا شك فيه ولا ريب. فربنا عز وجل يثني عن المؤمن فيقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، ما كانش الريب ولا الشك، كان قلنا بصدق ويقين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا وعد صادق من عند الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فأبشروا يا أحباب، أبشروا، مهما يقع لنا من شدائد وكروب فموعدنا الجنة. كالمؤمنون إذا وقعت لهم شدة في الحياة، غلاء في المعيشة أو مرض أو سقم أو هزيمة أو انتصار أو حتى جائحة، ما كيخافوش، يقول لك موعدنا الجنة. ما دمنا نقول لا إله إلا الله لا ينبغي أن نخاف ولا أن نحزن، وإنما نتشبت بالكرامة الإلهية. هذه الكلمة إذا قالها العبد لابد أن تكون مقبولة عند الله تعالى، تكون بالقلب واللسان، القلب واللسان. فبعض الناس كانوا يقولوها غير بلسان دون قلبهم ويتكبرون، يقول باستكبار ربي رد عليهم، لابد أن تقولها بتواضع لله وعبودية لله. قال عنه سبحانه إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كتقول قل لا إله إلا الله يستكبر ويتجبر، وهذا غير مقبول والعياذ بالله. ثم من شروطها أننا ننقاد لما دلت عليه، فلا إله إلا الله عندها مجموعة من المقتضيات ومجموعة من الأدلة، لابد أن يكون عندنا طواعية للإنقياد إليها، بمعنى أن يكون العبد عاملا بما أمره الله تعالى منتهيا عما نهاه عنه. فربنا عز وجل يقول ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فالعاقبة العروة الوثقى، قال سيدنا عبد الله بن عباس اللي هو ترجم القرآن، قال هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله. ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما معنى العروة الوثقى؟ سيدنا عبد الله قال لك هي لا إله إلا الله، يتمسك بها ما يخافش. فلابد أن نقولها بالصدق، لابد أن نقولها بصدق ويقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لابد أن نقولها بصدق، كذلك لابد أن نقولها بإخلاص، الإخلاص لله وحده لا شريك له، لا خوف ولا رياء، إخلاص تام لله، أن نريد بها وجه الله. فربنا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة. كذلك من شروطها أننا نحب كل أهل لا إله إلا الله العاملين بها وشروطها، نحبهم. لك يقول لا إله إلا الله تحبه، عنوان المحبة يقول لا إله إلا الله فهو محبوب. ربنا عز وجل يقول من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. سبحان الله العظيم، الآية هذه من سورة البقرة تحرق الجني العاشق اللي كيكون عنده المس،
وفيه جني العاشق وما بغاش يخرج لأنه متعلق بالجسد ولا كيعشقو بغى يتزوج به. كتقرا هاد الآيات كتحرقو سبعة المرات يخرج منه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر السور الآيات. هذا عظمة مباركة. فلا بد أن نحب لا إله إلا الله وكل من يقول لا إله نحبه. ويكفي أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وخصوصا من أدى حقها وفرضها. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بكلمة لا إله إلا الله ويسترنا بنور لا إله إلا الله ويبارك فينا بلا إله إلا الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.